هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقة لذيذة وبسيطة ووصفاتها سهلة جدا ان شاء الله. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل وصفة من الوصفات اللي ممكن نعتبرها تغيير، مش أساسية ولكن تغيير عن الرز والمكرونة وحتى طواجن لسان عصفور التقليدية بتاعتنا. هنعمل وصفة حلة لسان عصفور أو طبخة لسان عصفور بالخضار، لذيذة جدا جدا لأي حد عايز يعمل طبق جديد باللسان عصفور. يلا بينا نقول مقاديرنا إيه علشان إحنا الحلقة النهاردة عندنا فيها كذا طبق مميز جدا جدا. أول حاجة هنعمل هيبقى مقاديرنا كيس لسان عصفور، بصلة مفرومة، جزرتين مكعبات، عايزة كمان فلفل رومي أحمر، مشروم فريش، كوباية بسلة، زبدة، مكعب مرقة وبابريكا وملح وفلفل أسود. مقاديرنا بسيطة جدا سهلة جدا. اختياراتنا في الخضار ترجع لنا، يعني احنا لو عايزين نضيف مثلا بروكلي ممكن نضيفه، عايزين نشيل المشرومز هنشيلها، عايزين نحط فاصوليا فتمام، اختاروا الخضار اللي انتوا عايزينه. الوصفه دي الى حد ما حساها صحيه وما فيهاش حاجات كتير ممكن تكون بتتخن، يعني طبعا هي بصوا لسان عصفور كده كده بيتخن يعني، بس هناكل منه قليل وفي نفس الوقت مش هنحمره وهنتعامل معاه معامله المكرونه. فاحنا لو لينا مثلا حوالي 4-5 معالق مكرونه على ما ناخدهم من اللسان عصفور هنكون شبعنا. ده ايه بقى؟ كمان داخل معاه خضار، فده حاجه لطيفه للتغيير. عادي جدا ان احنا بناكل نشويات بس في نفس الوقت بنحط خضار كتير قوي مع النشويات بتاعتنا علشان يظبط معانا بقى ايه بقيه الاحتياجات اليوميه يعني. فيلا بينا احنا هنسخن الحلة. مستنية تليفوناتكو على 02-38-35-227. كاتبان انت حاسة انك نسي؟ لا. هنحط الزبدة والزيت، مش هنحمر بقى النهاردة اللسان عصفور. اللي عايز يحمره على فكرة يقدر يحمره عادي، ولكن الوصفة دي بيتحط فيها لسان عصفور كده ابيض زي ما هو. انا بصراحة بشوف ان اكل البيت هو اكل صحي طالما انا اللي عاملاه بمكوناتي، يعني حبة الزيت اللي انا حطيتهم هيكونوا احسن من حبة الزيت اللي بيحطوهم برة. الاكل اللي انا حاطة فيه المادة الدهنية ايا كان، زبدة، سمنة، زيت، انا عارفة اتحكم انا حطيت قد ايه، نوعهم ايه، حطيت لسان عصفور قد ايه، حطيت خضار علشان اعوض ده. انا بالنسبة لي اكل البيت هو اكل صحي جدا. رز بشعرية ده اكل صحي وعادي جدا، هو اكلنا، اكل البيت اكل صحي. فموضوع ان احنا بنفصل شوية علشان اخدنا السوشيال ميديا اخدتنا الى انها صنفت الاكل الى صحي وغير صحي، واتحط بقى جنب الغير صحي ده الاكل بتاع البيت العادي، فانا ضد ده تماما. اكل غير صحي يبقى بنتكلم على اكل بره اللي هو الجانك فود، الاكل السريع، بنحط الحلويات المقلية زي الدوناتس، بنحط حاجات كتيرة جدا ممكن نقول عليها غير صحية. لما اكل فراخ مقلية من بره هتكون غير صحية، ولكن انا ممكن انا اعملها فيعني تعدي هتكون صحية برضو يعني. يلا بينا سيحنا الزبدة والزيت، هنحط البصل، بصل مكعبات كده، نلبس الجلوفز ونقطع المشرمز. احنا كل الخضار هنشوحه وناخده تشويحه حلوه كده. نكلم منى. يا منى ازيك؟ كشف دعاء. اهلا اهلا، انا بحبك قوي حبيبتي وانا كمان بحبك قوي. عامله ايه يا منى؟ انت طيب؟ الحمد لله الحمد لله. كنت عايزه اعرف منك بس طريقه المكرونه بالبشاميل. طريقه المكرونه بالبشاميل؟ حاضر يا حبيبتي. من عينيا. انت طيبه يا قلبي. باي. احنا ممكن بقى نقطعهم ايه صغنطتين كده على قد ما نقدر علشان احنا مش عايزين المشرومز هنا تكون
يعني كبيره قوي، لسان عصفور هيخلينا نقطع كل الخضار على قد ما نقدر صغير. البصلايه بتتشوح وعايزين نبص عليها. روح بص عليها، يلا بينا. مش عايزينها تصفر قوي وتبقى تقليه. هننزل على طول بالجزر مع البصل كده. على فكره ممكن تحطوا فصين توم اذا بتحبوا التوم زي حالاتي، يعني انا بحبه قوي. هننزل بالبسله كمان. تقلبتين ثلاثه كده وهننزل بالمشرومز. تعالوا ننزل بالشويه اللي قطعناهم. المشرومز من الحاجات اللي بتحلي الاكل بصراحه، فعلا بيحلي الاكل. ليه نكهه بس عايز حد بيحبه، يعني في ناس بتقول لك ايه انا اصلا ما بحبوش، انا لا انا احبه جدا يعني. والانواع المختلفه منه اللي طعم المشروم فيها احيانا بيكون اقوى من المشروم الابيض، زي المشروم اللي هو البني او البورتوبالو مثلا، من الانواع اللي انا بحبها جدا، نكهه المشروم فيها قويه بشكل. عشان كده لما نيجي نعمل مثلا شوربه مشروم بنستخدم فيه حوالي اربع انواع مشروم، كل واحد بنكهته. كل ما كترنا انواع وعملنا ميكس انواع كل ما ادينا طعم مكثف اكتر. قطعنا بقى شويه المشرومز الحلوين بتوعنا كده. ننزل كمان بالفلفل بس ندي المشروم تقليبه. ناخد بالنا ان عين البوتاجاز بتاعتنا تبقى عاليه اثناء التشويح زي ما احنا شايفين كده، علشان الخضار ما ينزلش ميته والدنيا تمي مننا خالص. هي كده كده أكلة بسيطة وسهلة قوي، وعايزة حد عايز ينجز، يعني أنا النهاردة عايز أنجز وأعمل أكلة كده سريعة وفي نفس الوقت تبقى جديدة، هتنبسطوا بيها قوي. معانا تليفون. يا ريهام ازيك؟ ازيك يا ست سعاد؟ أهلا أهلا. كل سنة وانت طيبة. وانتي طيبة وبخير يا حبيبتي. أنا بحبك جدا. وأنا كمان. عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. عندك ايه؟ كل وصفاتك جميله. انت اللي جميله. اي حد بيشوف حد جميل ده بيبقى جميل، عينيه حلوه والله، عينيك هي اللي حلوه. انت عينيكي احلى. تسلم يا روح قلبي. كنت عايز اسال حضرتك عن ثلاثة دونات. اوكي حاضر. والكريم الباستري كريم البيتي. الباستري كريم البيتي حاضر، انا بحبه قوي، عملناه كتير قوي قوي بس من عينيا. حاضر يا حبيبتي. تسلم عيونك. تسلم يا روح قلبي. مع السلامه. باي، مع السلامه. عايزين نعمل دونتس، احنا عملنا دونتس اعتقد ان ده وقتها. حاضر نعملها، ولكن لو دخلنا على اليوتيوب لو احنا مستعجلين وعايزين نشوف التفاصيل انا بحط المرقه بس. ندخل على سر الصنعه، نكتب كده على اليوتيوب سر الصنعه الدونتس، هيطلع لك اخر دونتس عملناها وزيناها، كانت تحفه، كانت حلوه قوي. عجينه سهله جدا وبسيطه جدا، بس انا دلوقتي حتى لو نزلت لك المقادير التفاصيل والديتيلز وشكل العجينه وهي طالعه من العجانه وخدت قد ايه وقت ولا احتاجت كذا وبصوا نشفت، لا اللي بنقوله وبنعيد وبنزيد واحنا شغالين بيكون اهم بكتير جدا من المقدار. فانا عايزاكي لو انت مستعجله وعايزه تعملي دونتس اعملي كده، ادخلي على اليوتيوب بسرعه وطلعيها، هيطلع لك الحلقه بتاعت الدونتس. البيستري كريم عملناها كتير قوي، رغده الاقيها عندك ممكن تجيبيها لنا. البيستري كريم سهله جدا جدا، يعني حاجه منتهى البساطه، وطعم اللي احنا بنعمله في البيت ده بيبقى خطير. نفس الحاجه هتعمليها على اليوتيوب وانا اشوفها لك دلوقتي، ممكن ننزلها لك يعني. بس برضو ايه التكنيك بتاعها مهم قوي، علشان لما تاخدي من اللبن الدافي وتحطي على البيض اللي اتضرب بالسكر والفانيليا بالراحه، علشان ما نقلبش الموضوع ايه اومليت، تمام؟ ولما تعمليه لو انت هتستخدميه في حشوات بعد ما تعمليه وتسيبيه يبرد خالص، اضربي معاه كريم شانتيه، يعني اديله شويه كريم شانتيه مضروبين في الحشو، بيبقى تحفه.
تحفه. وتقدري بقى انت تنكهي البيستري كريم ده بليمون ببرتقان باي نكهه انت عايزاها. فبس زي ما بقول لك زودي عليه شويه كريم شانتيه مضروبين واحشي بيه بقى، خطير. تحشي بيه ملفيه، تحشي بيه دونتس، تحفه. دلوقتي شوحنا كل حاجه زي ما احنا شايفين اهو، والحمد لله ان البوتاجاز سخن والحله سخنه والدنيا كانت ماشيه معانا في التشويح تمام. فاحنا لو بقى كان هنا في كميه سوائل ما كنتش هبقى عايزه انزل اللسان عصفور علشان الخضار منزل ميته وكده. انت العين بتاعتك شغاله وحلوه كده والحله سخنه، خلاص كله تمام، شوحنا كله، ننزل بقى باللسان عصفور بالشكل ده. طبعا اللسان عصفور برضو هيزيد، نقلب كويس كده، شايفه، وننزل بالملح وبالفلفل الاسود كده اهو، وهننزل بالميه المغليه، او لو انت عندك شوربه وعايزه تميكس ما بين عندك مثلا شويه شوربه لحمه شوربه فراخ براحتك، احنا كده كده حاطين مرقه. بس هنزل بالميه المغليه واسوي الكلام ده، افلفله بقى. هيدينا نتيجه هايله. طبعا لو انت عندك مكعبات لحمه كنت عايزه تحطيها، عندك مكعبات فراخ عايزه تحطيها، برضو مفيش اي مشكله خالص. هنفلفله، نقفل عليه كده ونسيبه بقى لحد ما يستوي والخضر يستوي كله يبقى تمام. وهنطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حد. رجعنا من الفاصل، لسان العصفور بالخضار على النار بيستوي، ودلوقتي داخلين على طبخة بتنجان حلوة قوي. ممكن تكون شبه حاجات كتير قوي بنعملها عادية، أو مش هتستغربوا الطعم شوية، ولكن إحنا ما بنعملهاش كده. تعالوا أقول لكم هنعمل إيه. بحسوها مسقعة بس فيها كام حاجة مختلفة، يعني لازم تقولوا بس كده، فاهمين؟ المسقعة بتاعتنا أو طبخة البتنجان اللي باللحمة هنحتاج لها إيه؟ هنحتاج لها لحمه مكعبات مسلوقه ايا كان نوعها، اي لحمه مكعبات مسلوقه. انا عندي هنا تقريبا ده ربع كيلو لحمه، حاجه بسيطه قوي يعني. عايزه لحمه مكعبات مسلوقه، والشوربه بتاعتها هستخدمها. عايزه كمان بتنجان عروس اللي احنا بنستخدمه في التخليل، البتنجان التخليل. بصوا قطعته كده وعشان يبقى كله قد بعضه بالشكل ده زي ما احنا شايفين، اوكي. وقطعت كمان فلفل حامي وقليته، الاثنين قليتهم، تقدروا تدخلوهم في الفرن بس انا حبيت اقدمه مقلي، حبيت الوصفه كده زي ما هي. عندي كمان بصله مفرومه خشن، طماطم مكعبات كتير شويه، يعني بنقطع كميه كبيره مكعبات صغيره. عندي صلصه بابريكا وزبده وزيت طبعا، وملح وفلفل اسود، ما عندناش بهارات كتير. عايزين الحله بتاعتنا تسخن، وكالعادة الحلة بتاعتي دي بتسخن بزيادة جدا. يلا بينا نحط لها الزيت عشان تهدى شوية، نحط لها الزبدة والبصل على طول اهو. يلا بينا ناخد البصل على طول على طول عشان نبردها. كل حلة الحديد الزهر جميلة بتوزيع الحرارة، ولكن بيبقى لازم يعني نتعامل معاها ايه بحدود. ممكن انقلها على العين اللي قدامي، شكرا. يلا بينا. اللي حاصل هنا ايه بقى؟ انا هنا مبدله في الوصفه دي اللحمه اللي هي النيه، معلش انا في حاجه مضايقاني، بس اللحمه النيه اللي انا كان المفروض احطها واسبكها مكعبات لحمه عاديه فريش كده ومش مسلوقه، انا حطيتها مسلوقه لكذا سبب، عايزاها تبقى مهريه ومستويه كده فسلقتها، عايزه اطلع شوربه. ما عنديش وقت في الحلقه، في اسباب كتير قوي تخليني اسلق اللحم. بصوا بقى
هنشوح البصلايه لحد ما البصلايه بتاعتنا المتقطعه خشن وبصلايه كبيره مش صغيره، مش اصغر بصلايه عندك، لا اكبر بصلايه، تصفر كده. وبعدين نقوم حاطين اللحمه بعد ما تاخد التشويحه الاولانيه كده على نار عاليه من غير ما تنزل ميتها. بصله متخرطه، فاكرين التخريط بتاع زمان اللي ما بتخرطش بصل دلوقتي؟ هتعمله في الكبه على الخشن. زمان ستات البيوت كانت تخرط لكباب الحله ده مثلا 2 كيلو بصل على ايديها كده وبسرعه بسرعه بسرعه. دلوقتي كله طبعا بيشتغل بالخلاط وبالكبه. حلو الكلام، كاننا بنطبخ عادي. نشوح كده مع البصل الكتير زي ما احنا شايفين، هنديها الملح والفلفل. ما عنديش بهارات كتير خالص، اللي يحب يزود سنه 7 بهارات، سنه حاجه بيحبها يعني براحته. انا هستكفى بالملح والفلفل وشويه البابريكا. عندهم في تركيا الاكله دي تركي بيحطوا لها حاجه اسمها بهارات عثمانلي. بهارات عثمانلي دي ما بيبقاش فيها والله حاجات كتيره، يعني بتبقى شويه انواع فلفل مجروش كتير على بعض. ما بحسش يعني ان هي طعمها مميز ابدا. انا على قد ما بحب تركيا وكلت وذاكرت كتير في المطبخ التركي، ولكن ودايما هم يعني يقول لك البهارات التركيه ومش البهارات التركيه، ايه البهارات التركيه؟ بهاراتنا احلى والله، وما فيش بهارات تركيه. ما بحسش يعني، حتى لما حد يجيب لي بهارات من هناك ابقى مش مبسوطه، ما فيش احلى من البهارات اللي بشتريها من هنا من الازهر. يعني يلا بينا. ما بسافرش اجيبها من الازهر هنا، دي جميله يعني. يا نوره ازيك؟ الله، انت اللي عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. نحط الطماطم يا نوره كده مع بعض على الطبخه بتاعتنا. اخبارك ايه؟ جميله من ايدك والله. يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ انا الحمد لله. قولي لي، عندك اي طلبات، استفسارات، عندك اي اقتراحات، اي حاجه؟ لا، انا ممكن اقول لك ان انا بحبك قوي. حبيبه قلبي يا نوره، والله انا كمان بحبكم قوي، ربنا يخليكم لي. هو انا ممكن اسال عن حاجه؟ يلا بينا. يا سلام. هقول لك، هو الشيف سارة عبد السلام. ايوه. بتتفرج عليكي صح؟ بتتفرج طبعا اكيد. ساره صاحبتي كمان، دي حبيبتي. احب اقول لها ان انا بموت فيها وهي وحشاني قوي بجد. يا حبيبه قلبي، بنوصل لها طبعا سلامك. يا سلام، وصل، اعتبريه وصل على طول. كل التحيه وبجد يعني ساره دي عزيزه على قلبنا كلنا، حبيبه قلبي. بصوا بقى عملنا ايه. حطينا الطماطم واحنا بنكلم نور، وحطينا الصلصه. صح صح كده. باقي ان احنا نضيف الفلفل ونضيف البتنجان. هاخد شويه طبعا، انتوا شايفين كميه الفلفل قد ايه الحراق، بس هي الاكله بتتقدم كده، بيقدموها على الطياره كده، حتى بيبقى حراق قوي. الاكل هناك مش حراق قوي بس حرش زينا يعني، عندهم قرن الفلفل الحامي ده كده. هحط شويه وهسيب شويه اضيفهم مع البتنجان لما الطماطم تدبل شويه. تمام تمام. نسيبها على النار من غير ميه ولا حاجه. هنهدي النار عشان الطماطم تبك ميتها زي ما بنقول، وبعد كده هنضيف البتنجان المقلي على الهادي خالص. هنبص بصه هنا كده على لسان عصفور، اخباره ايه؟ اهو بيتفلفل زي الفل. هنهدي النار عليه برضو. تحبوا نطلع فاصل؟ طيب تعالوا نبص تاني ايه اللي حصل. هنا هي بتغلي اهي. طبعا انا مع الحله دي لازم اقلب طول الوقت. نكلم ام مريم. يا مريم ازيك يا حبيبتي؟ الله يخليك، عامله ايه؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا رب. ممكن اعرف طريقه الكريب؟ الكريب. حاضر. حاضر. والبيتزا من عينيا بس كده. شكرا. تسلمي. جمعي حلقات الاسبوع وشوفي لنا الكريم باتيسير لو سمحت.
شكرا. يلا هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل وعلى النار حاطين التسبيكه بتاعه طبخه البتنجان بتاعتنا. تعالوا نبص عليها، احنا ما حطيناش اي ميه ولا اي حاجه، انا كنت عايزه الطماطم هي اللي تبتدي بقى ايه تبك ميتها كده وتعمل لنا الصوص الخطير ده، حتى لو هنزود نزود بعد ما هي تبقى اتسبكت كده وعملت لنا الصوص ده. تقليبه كده، ريحه الفلفل مع الطماطم يا جماعه، الصوص ده خطير، تقدروا تزودوا توم اذا عايزين. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنزود شويه شوربه او شويه ميه، انا بس عايز اتاكد ان البوتاجاز شغال. وهنحط البتنجان، تعالوا نحط البتنجان ده، بتنجان عروس للي ما شافش اللي انا قلت ايه في اول الحلقه، ده بتنجان عروس قلياه بالشكل ده ومقطعاه كده. نقلب كده، فتديكوا بقى ايه مسقعه، مش يعني مش عارفه، هي شبه طبعا المسقعه بس احنا المسقعه ما بنعملهاش كده، بس تروح لطبخه المسقعه بتاعتنا. تقدروا بقى تدخلوها فرن او تسووها كده شويه على النار وخلاص. انا الفرن عندي شغال والحله دي بتدخل الفرن، فاللي هعمله اني هقوم عامله كده التقليبه الصغنطوطه دي، وهسيب البتنجان على الوش كده باين كده اهو مع الفلفل. انا عارفه ان كيفين التغميس والغموس بالعيش البلدي بتاعنا ممكن يفهموا لقمه زي دي بالعيش هتبقى عامله ازاي، يعني رغيف فتاخدي بيه البتنجانه مع الفلفليه مع حته لحم لو انت عايزه. انا عن نفسي مش فارق معايا موضوع اللحمه اللي موجوده دي لانه هي بتتعمل مع رز باللسان عصفور، لكن انا شايفاها غموس، يعني شايفاها زي المسقعه كده وباكلها وحاسه طعم الصوص مع الحركات دي هيبقى عامل ازاي. الفلفل المقلي برضو يا جماعه مش سهل، خطير. ننزل بقى بشويه شوربه كده وندخلها على فرن، تدخل تبقبق لها شويه، تظبط لنا الصوص شويتين ثلاثه كده، والفلفلايه دي تتشوي والفلفلايه دي تتشوي بقى، ومش قادره اقول لكم الطعم هيبقى عامل ازاي. احب الفلفل كده يبقى على الوش عشان بياخد من الفرن تشويحه جميله، والبتنجان برضو، واللحمه بقى غطسانه في النكهات دي، فيعني كلام كبير. ممكن بس نظبط الملح بتاعها عشان اعتقد ان هي هتكون محتاجه بعد ده كله شويه ملح برضو، مهما كان احنا ضفنا البتنجان والبتنجان ما كانش عليه ملح بزياده، فاعتقد ان هي هتكون محتاجه رشه ملح كده حلوه، وبعد الملح هنبقى محتاجين ان احنا نعمل كده. نعم الملح صح، شلتها اهي. يلا بينا على فرن سخن ونسيبها بقى تتشرب وتعيش حياتها، ونروح للصنف بتاعنا اللي جاي. يلا بينا، مش هغطيها طبعا، هسيبها كده زي ما هي. نعلي الفرن على الاخر، يلا بينا. نروح بقى الوصفة لذيذة قوي برضو، شبه الشكلمة كده، يعني أنا شايفاها مش شكلمة بصراحة، لذيذة جدا ولطيفة جدا جدا جدا. عبارة عن إيه؟ عبارة عن، يلا بينا، فين صفحة الشكلمة أهي. أنت كاتبة كده؟ أوكي طيب يلا بينا. كوباية ونص من جوز الهند ناعم، ممكن يبقى خشن على فكره مفيش مشكله. عايزين 3 بياض بيض، معلقه كبيره من النشا، نص كوبايه من السكر، معلقه صغيره من الفانيليا،
وللتزيين عندنا شوكولاتة بالحليب هتكون سايحة لذيذة قوي. هنشتغل بإيدينا يلا كده اهو. اول حاجة هاخدها هاخد جوز الهند. تقدروا عشان تعملوا كمية كبيرة، عشان جوز الهند ده مش هيعمل لكم كمية كبيرة قوي، تضعفوا الكمية. يعني مثلا هتقولي كوباية ونص من جوز الهند خليهم 3 كوبايات، بدل ما يبقوا هتضعفي كمية بياض البيض ممكن تخليها 5 بياض بيض مش هتفرق، و4 بياض بيض على فكرة برضو شغال مفيش مشكلة خالص. معاكي الحبة 4 بياض بيض على 3 كوبايات من جوز الهند لو عايزة تضعفي الكمية. لو هتجربي الأول يبقى جربي في الكمية اللي أنا بقولك عليها دي. بحط النشا كده، بحط كل الحاجات الجافة كده على بعض زي ما احنا شايفين، بالسكر بكل حاجة. ودلوقتي هحط بياض البيض كده اهو بعد ما قلبت كله على بعضه، وهقلب وعجن واكلم ندى. يا ندى ازيك؟ اهلا اهلا، عاملة ايه؟ الحمد لله. كويسة؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. انا مكلمك امبارح. يا حبيبة قلبي بجد؟ بجد. الله، هكلمك كل يوم. يلا مستنيه تليفونك كل يوم تمسي عليا. يلا ندى صديقتي وصديقة البرنامج. عاملة ايه؟ انا الحمد لله، انت عاملة ايه يا نودي؟ الحمد لله. ماشي يا حبيبتي. بصوا بقى كده لزقنا كل المكونات دي كده في بعض، عايزين بقى نشكلها خلاص. بياض البيض مع النشا مع كل حاجة هتبقى زي الفل، ما تزوديش اكتر من كده عادي، هي كده تمام. مش مهم تبقى ملزقة قوي اهو، هو انا لو عملت كده هي هتمسك اهو. تمام تمام. كنت عايزة اقول لكم ايه، ممكن تزودوا مثلا عندك حليب مكثف محلى، ممكن تزودي معلقة كده تدي طعم حلو قوي قوي. وعلى صاج هندخلها الفرن، ممكن نحط ورق زبدة وممكن ما نحطش زي ما انتوا عايزين عادي. انا شايفة ان احنا المفروض نحط ورق زبدة، بس خلينا ايه برضو لو ما فيش الاوبشن ده عادي جدا، ممكن بس تدهنيها زيت قليل قوي. علشان يطلع كلهم قد بعض بنستخدم معلقة واحدة، فتعملي كده كده علشان كله يبقى قد بعضه. انا بستخدم معلقة الايس كريم علشان احاول انزلها فتبقى كده زي ما احنا شايفين كورة واحدة كده كده، شايفينها؟ تمام. عشان كمان ده يريحنا في السوى. نكلم مدام سامية. يا مدام سامية ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا اهلا. معايا مدام دعاء؟ انا اتفضلي. اهلا اهلا اهلا، صراحة ربنا انا مبسوطة جدا ان انا بكلمك. حضرتك منوراني والله. والله. منوراني بجد، انا يعني سعيده بكل حاجه بتعمليها. شكرا شكرا. انت حبيبتي والله، تسلمي. اول حاجه وشك بشوش، كل حاجه بتعمليها جميله. شكرا. يعني بصي بشوفك بالنهار وبشوفك بالليل. ايه ده ما بتزهقيش؟ انا لو منك ازهق مني بصراحه، مرتين في اليوم كتير. لا انت اللي يشوفك ما يزهقش الصراحه. حبيبه قلبي انت، ربنا وكل حاجتك جميله وحلوه، يعني مش قادره اقول لك بشكرك على كل حاجه بتعمليها. تسلمي قوي والله، ربنا يخليك. شكرا يا مدام ساميه قوي قوي على اتصالك الحلو المبهج زيك ده، لذيذه قوي والله. الباستري كريم جاهز، يلا بينا هننزله. يلا بينا. اي حد عايز يعمل بيستري كريم ياخد بقى الايه الوصفة اهي. البتاع دي عملت حركة بايظة اهي، بايظة بسط خالص.
انا مش عايز خلاص، بس هشتغل بايدي، بس هي يعني عشان كله بقى قد بعضه. نعم. شكله بس بسرعه، لان هي بتبقى يعني بتنشف، بيشرب على طول يعني. انا على اخر كام واحده اهو حاسه ان هي ابتدت تنشف مني. اللذيذ بقى ان هي بتدخل الفرن ما بتقعدش كتير بصراحه، هتقعد حوالي 20 دقيقه او اقل من كده شويه. انتوا راقبوها لحد ما تاخد لون، يعني تبقي اطمنتي كده ان هي اخدت لون من تحت ومن فوق، هتطلع زي الفل. لما تطلع بقى نقدر نغطسها كلها في الشوكولاته، نقدر كمان ان احنا بس هي حته صغيره زي ما انا هعمل كده وخلاص. بس التشكيل بمعلقه على فكره اساسي، لان هي مش هتديكوا شكل ولا هتتكوم كده في المعلقه الا مع معلقه، مش هتعرفوا تظبطوا الشكل بايديكم، هتطلع مكعبره بزياده قوي لو اشتغلنا من غير شيب، من غير شكل. دول الكوبايه ونص دقيق عملوا لنا الكميه اللي قدامنا دي. سوري، كوبايه ونص جوز هند. دقيق ايه؟ لا لا خالص، دي بقى هتطلع مننا كبيره شويه. تعالوا بقى نشيل هنا كده خلاص، نفتح كده عليها عشان هو كده خلاص استوى وبقى زي الفل. درجة حرارة الفرن 180، يلا بينا عشان هندخلها الفرن. نكلم ملك. يا ملك ازيك، عاملة ايه؟ الو يا ملوكة. ايوه عاملة ايه؟ ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ انت كويسة؟ اه الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. الو معاكي يا ملك، اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون. اوكي. انا كنت عايزه اشكر حضرتك على الحاجات الجميله اللي دايما بتعمليها، وبنستفاد منك بحاجات كتير جدا. يا ملوكه شكرا، انا بعمل شغلي والله، ربنا يخليكوا. انا اللي بشكركم على ان انتوا مبسوطين وبتقولوا لي ان انتوا مبسوطين، بشكرك قوي يا ملك. ربنا يخليكي. ومريم بنتي بتحبك قوي. ايه ده بجد؟ انا كمان بحبها قوي، قولي لها ان انا بحبها. هي عايزه تكلمك. يلا بينا. اسمك ايه؟ مريم. مريم؟ ازيك يا مريومه؟ يا حياتي انا بحبك اكتر. عندك كام سنه؟ باي سلام. باي سلام، خلاص. ايوه. انا بطلت اسال السؤال ده خلاص، انا بطلت اقول لهم بتحبوني ولا. خلاص خلاص حرمت. تعالوا بقى ايه نعمل كده، انا بغطسها بالشوكولاته بعد ما بتطلع وبتستوي زي ما احنا شايفين كده، وبتاخد اللون الحلو اللي قدامنا ده. انا عايزه احطها على شبكه صح؟ اعتقد ان انا لازم احطها على شبكه. طيب قولوا لي هنطلع فاصل؟ احنا هنطلع فاصل، اجيب حاجه بقى نرص عليها ونكمل الكلام ده بعد الفاصل. فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا من الفاصل، حاطه بس شوكولاته بتسيح علشان في الفاصل. عايزه اقول لكم انه ايه، اتجمدت من التكييف، وزي ما احنا شايفين دول الحبه اللي احنا عملناهم قبل الفاصل على طول. انا عملتها كده، حطيت بس شوكولاته تحت
ومن فوق زي ما هي. برضو التكييف لذيذ وظريف في الحاجات دي جدا، انه ايه سريعا كده الدنيا بقت تمام وزي الفل كده كده كده. تعالوا نرص دول معانا، بس واحدة هي الأخيرة، وبعد كده نروح نعمل ميلك تشيك بالتوت. نعمل كده كده اهو. دخلوا لي بس الجلوفز عشان نكمل، شكرا. ونشيل دول، عايزين نسيحهم نحط على الوش برضو ايه رشه شوكولاته كمان. ونشيل ده، ايه اللي عندي في حاجه تحت. وفي الفاصل برضو عملنا ايه، لقيت السمع عصفور بقى خلاص تمام قوي كده، رحت مطلعاه وغرفته نقدمه. قدمت عليه شويه بسله تكون مسلوقه، مسلوقه ضروري ما تحطوهاش نيه عشان تفضل خضره وحلوه كده. وبس كده، هو ده كان الايه الطبق بتاعنا اللي عامل زي الشكلمه، او هو شكلمه. تعالوا نحط لها شويه شوكولاته على الوش ونقدمها وخلاص على كده. لو تحبوا يعني، لو ما تحبوش خلاص. التوت في السوق وفي الشوارع، وعايزه اقول لكم بقى بتبقى ايه اسعد لحظات حياتي لما بينزل التوت، بجد من الحاجات اللذيذه جدا جدا. اي حاجه بتتباع في الشارع، اي حاجه تقولوا لي بتبيع تين شوكي انا موجوده، بتبيع ايه انا موجوده. فاشترينا توت، نعمل بيه ايه؟ نعمل بيه ايه؟ نعمل بيه ميلك تشيك. انتوا عارفين دايما التوته البيضه والتوته الغامقه او الحمراء شويه دي بيبقى الاحلى التوت الفاتح الاخضر، بيبقى احلى من التوت الغامق. فعشان كده قلت اعمل بيه ميلك تشيك، لذيذ ولطيف ومغذي كده وحلو قوي، هتنبسطوا بيه ان شاء الله. نحطها فين دي؟ طيب بس كده نقدم بقى طبق الحلو بتاعنا هناك بالشكل ده. مكونات ومقادير الميلك تشيك هتنزل حالا، وهطلع كمان الحله بتاعت الطبخة بتاعتنا عشان احنا كده خلاص مش ممكن الروايح، مش ممكن. انا هحطها لكم هنا تعيشوا برضو حياتكم وتشوفوها وهي لسه طالعة من الفرن بتبقبق كده، والفلفلية اخدت التشويحة دي من فوق، تحفة. مكونات الميلك تشيك هقولها لكم حالا، يلا بينا. عندنا توت طبعا، عندنا ايس كريم، عندنا زبادي، يلا بينا. ربع كيلو من التوت الاحمر، ممكن نعمل ميكس توت مفيش مشكله، حطوا اخضر لو انتوا عايزين. عندي كوبايه زبادي اللي هي الكوب المعياري، يعني هتحطوا تقريبا علبتين صغيرين. عندنا ايس كريم فانيليا بنحط تقريبا نص كوبايه كده، يعني عايزين ايه ندي طعم يعني قوي، فممكن تحطي كوبايه ايس كريم فانيليا او نص كوب من ايس كريم فانيليا. تلج مجروش، معلقه فانيليا، عايزين تضيفوا سكر او عسل براحتكم. ده بالنسبه للتحليه. نشيل بقى ونحط كل حاجه مع بعض، وما تنسوش التلج طبعا. انا عايزه اشيل ده، اخدتوا بالكم انا كنت عايزه اوريهم كمان الشكلمه اللي احنا عملناها وطلعت من الفرن اهي اهي اهي، دي طلعت من الفرن ما اخدتش وقت خالص اهي، من تحت بتكون اخدت اللون ده ومن بره اخدت اللون ده. فالفرن لو حامي هينجز معاكوا زي ما احنا الحمد لله الفرن بتاعنا انجز معانا بسرعه. هنحط ايه؟ هنحط التلج. خلوني البس جلوفز. نستغل بقى التوت الاحمر ده اللي ممكن طعمه ما يبقاش حلو قوي في الاكل ونعمل بيه حاجات. يلا بينا. حاضر كده تمام، تلج وتوت والزبادي. عايزين كمان تضيفوا كريم شانتيه مضروب، سواء
على الوش او جوه الخليط يبقى تحفه. تعالوا نحط. حاول اطلع بس الايس كريم. نعم ايه اللي هي بالظبط. عايزين بقى الفانيليا كمان، وهنحط ميه. عايزين ميه وكريم شانتيه. تعالى ننزل كده بشويه كريم شانتيه، يدوا غناوه كده ولذاذه وطعم غني من اللي الناس بتحبه. المشروبات دي الناس بتحبها قوي، مش كل الناس طبعا، بس في ناس بتخرج لا بتبقى مبسوطه جدا وهي بتطلب الطلبات دي. ممكن تحطوا لبن بدل الميه. موضوع بسيط وضربة بسيطة، اللون خطير وطعم التوت البلدي بتاعنا حلو قوي. وفي حاجات كتير جدا بنبقى نفسنا نستخدم فيها التوت، بس التوت بيبقى غالي قوي. فبما ان ده موسم التوت، خلونا ايه نعمل مشروبات، نعمل كيكات وندخل فيها التوت البلدي اللي لونه موف ده، يبقى حلو جدا. عايزة اجرب كده ادوق، حاسة ان هو ممكن يبقى محتاج سكر، وانا لو محتاجة سكر هتجيبولي سكر ولا هتقولولي لأ؟ لا عايز سكر. ها جيبوا لي سكر ولا لا؟ عسل. ماشي اوكي. هنزود حاجه مسكره، لان هو لا عايز يبقى حاجه مسكره اكتر، وعايز شويه كريمه كده برضو. هو تقيل، ميلك شيك من الحاجات المشروبات التقيله، وكان عايز هو كده خفيف سنه تحسه، كان عايز لبن برضو. ممكن تزودوا انتوا لبن، انا ما زودتش لبن كتير، قلت عندي حاجات كتيره قوي شبه اللبن، حاطه زبادي وحاطه طعم كمان الزبادي بالتوت باين، فطعمه تحفه يعني، طعم الزبادي بالتوت خطير. فانتم ممكن تعملوا بس مشروب، عارفين الزبادي خلاط اللي كنا بنشربه زمان ده، زبادي وعسل وتوت، او زبادي وسكر وتوت، هيديكوا طعم تحفه. بس حطي فانيليا هيبقى خطير. بس كده مش محتاجين تلج ولا اي حاجه، نضربه بس ضربه كمان لما يجي لنا العسل. يا سلام يا سلام، اهو جاي اهو. تعالوا نحط دول هنا بما اننا خلاص كده اهو. يلا بينا، اتفضلي يا فندم. شكرا، ميرسي. ايوه ايوه لسه سخنة. يلا هنضيف العسل عشان نديله كده ايه سنة حلاوة زيادة. وطعم الفانيليا مع الزبادي خطيرة. تفتكروا هعرف اشغل الخلاط؟ وبس كده. بصوا بقى الحلاوه. اللي عايز يزود اي سيرب عنده، عندك بقى شربات فراوله، عندك صوص توت، ممكن جدا تعملي كده. تعالوا ايه نحطهم هنا. يلا بينا. يلا بصوا اللون وحلاوته، اللون خطير فعلا، حلو قوي قوي قوي. مشروب هيعجبكم، لون وطعم وكل حاجة. في
في مشروبات كتير جدا وحاجات كتيره جدا دايما بنعملها بالبلو بيريز. وعلى فكره البلو بيري ده طعمه مش حلو يعني، مش احلى حاجه يعني كده اهو. كنت عايزه ازود الكميه سنه بس تمام زي الفل. بس كده انا مش هحط صوصات، حاسه شكله كده احلى. خلاص لو عايزين تضيفوا انتوا اي صوص ضيفوا. يلا بينا. وبكده نبقى عملنا ايه النهارده؟ تعالوا بقى نقول ثانيه واحده بس نظبط ده. عملنا طبخه بتنجان خطيره اللي قدامكم دي، حله فيها بتنجان وفلفل حامي مقلي وحاجه كده ملهاش علاقه بالمسقعه كطعم، ولكن تحسوها من عيله المسقعه. البتنجان العروس ده لما بيتقلي بيبقى تحفه على فكره، فاستخدمناه النهارده في طبخه كده لذيذه قوي قوي قوي، طعمها وريحتها خطير. عملنا كمان طبق لسان عصفور بالخضار حلو قوي قوي قوي، وعملنا طبق حلو ولذيذ جدا كانه شكلمه بالشوكولاته سريع، يعني تقدروا تعملوه بسرعه لو عايزين حاجه كده لذيذه وصحيه ومفيده ومش مسكره قوي، وتبقى قاعده معانا ناخدها مع قهوه مع شاي لذيذه قوي. ومشروب التوت بالتوت البلدي بتاعنا بالزبادي والايس كريم والفانيليا، عملنا زي ميلك تشيك كده حاجه لذيذه جدا جدا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا وتسليتوا. نشوفكم بكره على الهوا على خير باذن الله، وتابعونا دايما على السوشيال ميديا انستجرام وفيسبوك ويوتيوب وثريدز وتيك توك، موجودين دايما الفيديوز بتنزل، الوصفات بتنزل، والمقادير بتنزل. نشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.